لك يا علي لو طاحت العرقة من ابن آدم بعد حظ بي ولا تلقى بلا مخزن ولا تنهاب ثبات نسوي التفقة بلا مخزن ولا تنهاب اثبات نسوي التفقة اذا تمشي خرم وتهب تم مشاك بس علم الغبر تلقى اذا تمشي خرم وتهب تم مشاك بس علم الغبر تلقى خطوتك خل بيها حساب وبصدقانك استنقى احذر والحذر مريود معون الانصب لك زاد بيموت رجع تلقى دخيلك يا علي لو طاحت العرقة من ابن آدم بعد حظي ولا تلقى بلا مخزن ولا تنهاب ثبات نسوي التفقة اذا تمشي خرم وتهب تم مشاك بس علم الغبر تلقى خطوتك خلي بيها حساب وبصدقانك استنقى احذر والحذر مريود ماعون الانصب لك زاد بيموت رجع تلقى المطيلك بعير من الصعب توفي شلون اقتنع عقلك راد لبقه المطيلك بعير من الصعب توفي المطيلك بعير من الصعب توفي شلون اقتنع عقلك راد لبقه اذا تلفظ لفظ ما تفتهم معناه حاول باب حلقك بالحج صكه اذا تلفظ لفظ ما تفتهم معناه حاول باب حلقك بالحج صكه اللي يتهدد كذب اللي يتهدد كذب يوم حضرة الحايوز اي اسم هذا ومن وخذ حقه اللي يتهدد كذب يوم حضرة الحايوز اي اسم هذا ومن وخذ حقه شيابك لا تدول بيم اللي يعرض بالزردوم ذراعك بالكفو خل يفرد بحصة المواقف للزلم هذا الوقت فرصة ذراعك بالكفو خل يفرد بحصة المواقف للزلم هذا الوقت فرصة بالك لا تسوي الزين وتكمل عليه الشين وينقصه بالك لا تسوي الزين وتكمل عليه الشين وينقصه تعلوم العود جود وصعب يتوصه واليجني العقرب لازم تقرصه تعلوم العود جاد هو شايب بعصا شعلم بيه تعلوم العود جاد وصعب يتوصه واليجني العقرب لازم تقرصه قطاطيني تصيد شايف الصياد ويده خالي ما يعرف الشصة قطاطيني تصيد شايف الصياد ويده خالي ما يعرف الشصة حكي عام يا الفطنين بس اللي ينزمن عليه ويخصه حكي عام يا الفطنين بس اللي ينزمن عليه ويخصه هذراعك